السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. رغم اننا الان كنشوفوا هذه المريمية او ناعمة الحقول في كل الاوقات، فهي فصلية عند الوقت ديالها، هي تكون في شهر 4 أو 5 أو 6، هي تكون في افريل شهر ابريل، ولكن احنا كنوجدوها يعني ربيعية. نعم هي موجودة عند الباعة. نعم ولكن الصيف والشتاء، يعني نحن في المختبر لما يعني نحلل زيوت الطيارة ونحلل المادة النشطة نحللها في موسمها، إذا خرجت هذا النبات عن الموسم فحتى التركيب الكيماوي ينقلب. ما كتبقاش عندها ذاك الرائحة. طبعا هذه ولا عندها رائحة كريهة، بالعكس النعناع، النعناع ملي كيخرج من الفصل ديالو كيولي رائحته كريهة. الكزبرة، الكزبرة قزبر، الكزبرة ملي كتخرج من الموسم ديالها تولي رائحة كريهة. نعم فيها. كيعملوا في الحريرة الكزبرة في الصيف وفي الشتاء، لا الكزبرة هي ربيعية. هي شهر 4 أو 5. كتكون عندها رائحة جميلة. في الموسم ديالها. هي ابتداء من مارس، يعني ابتداء من شهر 3 كيبدا الحقول، كيبداو عندنا حنا كنبداو ناكلوا من الارض. فهاد اللائحه ديال هذا الخشاش هو كثير جدا، ولذلك نتكلم عنه ليس كاعشاب، باش نوضحوا للناس، ليس كاعشاب للعلاج، انما كاعشاب غذائيه تدخل في النظام الغذائي. وان هاد الناس اللي ينتظرون باش يتعالجوا بهاد الاعشاب هذه سيكذبون على انفسهم. يجب ان تكون داخل النظام الغذائي، داخل نظام الحياه. انها تكون في المنزل في الوقت ديالها، ملي تصدر شهر 4 أو 5 أو 6 يبقاو الناس يشربوها. فهاد الى شفنا ان الله سبحانه وتعالى وزع المكونات، وكل نبات خلق فيه مكون. نعم خاص به. خاص به، وهذا المكون عنده دور في الجسم. اكيد. وخلق هذه الاشياء ميزان في الوقت، وليس في ميزان في الوقت، ان نبات يتبع نبات على طول السنه 12 شهر. ولذلك خصنا نعرفوا وقتاش نستهلكوا مثلا الشيح، وقتاش نستهلكوا الزعتر، وقتاش نستهلكوا السالميه، وقتاش نستهلكوا اوراق الزيتون، وقتاش نستهلكوا اوراق الرمان. هذا هو المهم، هذا هو العلم. كما الخضار. اما الناس يبيعون السالميه لانها تصلح او لانها تعالج او لانها تكبر، يعني هذا ما يشاع. لا تفعلوا اي شيء. يشاع انها تدفئ الجسم. في العلم للابحاث العلميه ثابته، أن هذه الأبحاث اللي أجريت في المختبر اللي تكلمت عليها، نعم، أن مكون الأي بي جينين ودايوس ميتين مع الليتين الخصوص الأي بي جينين، هذه تكبح هذا الأنزيم اللي كيعرفوه الأطباء، هذا مستوى عالي، هذا مستوى علمي، ماشي تاع الشمس. هذه الأسي اتش أو معروفة، الأي تي اتش إي، هذه الأسيتيل كولين استيريز، والأسيتيل كولين استيريز تكون مرتفعة عند الناس اللي عندهم الزهايمرين، هي تحليلة تجرى للأشخاص المصابين بالألزهايمر. نعم. ولذلك وليس الألزهايمر فقط، إنما هي جيدة للجهاز العصبي. لماذا؟ لأنها هي تضبط أو يعني تعمل على الدهون الموجودة في غلاف الخلايا. نعم. أغشية، يعني باش ندخلوا للتدقيق. نعم. يعني حيت الخلايا كلها عند الفوسفوليبيدز وعند الليبيدز، بدون هذا الدهون على في الغلاف أو في الغشاء للخلايا لا تكون حياة. نعم. لا يمكن. وتكون هذه الدهون الموجودة في الغشاء أو غلاف الخلايا في الجهاز، في النسيج الجهاز العصبي، هي تعمل أحسن وأكثر. إذا كان هناك خلل بسيط فسيقع خلل على المايلين، هذه المادة هي اللي ثم يظهر ثقب أو تظهر شرخ أو أي شيء من بعد اللي غادي نسميه إما ألزايمر، إما باركنسون، إما سكلروزيس، إما جيلان باري. علي جيلان باري هذه حاجة أخرى علينا، هذه جيلان باري هي حادث، يعني أكسيدنت، يعني ماشي. ثم البيرمر، بيرمر شنو كيحسوا الناس؟ كيحسوا الناس بيديهم ورجليهم كيتنملوا، كيحسوا بهم ثقال وكذا، ولكن لا يرقى إلى، هو بحال كنسميه واحد باركنسون صغير. لا يرقى الى مستوى الباركنسون، لان الباركنسون كتولي واحد الحركه، يعني واحد الرعشه في اليدين، واحد عاد نشوفوا يعني القضيه ديال النسيان، الفرق ما بين الزهايمر والباركنسون. فهذا الخرف عليه، يعني باركنسون خرف، مع ان الجهاز العصبي خرف، يعني ما بقاش يعني لا يعمل. ما يمكنش لا يحفظ، لا يمكن يركز، ولا يمكن يعمل اي شيء، ولا يعمل حتى صفقه بيع وشراء. اصحاب باركنسون. فهذا الماء يكون في يعني في الطور الاخير. ثم هذا الانزيم لما تكلمنا، هو الاسيتيلكولين هي موصل، معروفه، احنا تكلمنا على الكولين. وهذه الاسيتيلكولين هي معروفه، هي هي الموصل. والخلل اللي عند هاد الاشخاص اللي عندهم امراض عصبيه هو خلل النورو ترانسميترز، هو تما فين كيكون الخلل على النورو ترانسميترز. فهنا غنوصلوا حتى الجانكشنز، المنطقه ديال المفاصل. نعم.
الارترايتس. وعاد كاين الناس اللي كيتشكاو منو عليين واش الام المفاصل، حنا كنسموه الام المفاصل جمع. نعم. ولكن كاين ريماتويد ارترايتس باش يكونوا مدقين، هذا يتعلق بالعظم، يعني كاين جانكشن ملي كتكون العضله مع العظم، هذه على مستوى الركبه ولا الذراع ولا شي حاجه، الكابسولا هذه اللي كنسميوها، هذه هنا الاشخاص اللي عندهم هذا الريتم ريماتويد ارترايتس. وكان هذا المكونات اللي موجودين في السيج، يعني في السالميه او المريميه يعني ناعمه الحقول، المكونات الموجودين في هذا النبات هذا، هو يعني سبحان الله هو يكبح الالم على مستوى هذا الريماتويد ارترايتس. نعم. يعني انتي انفلاماتوري بحال يعني الالم يزيل الالم الموجود، لانه كيكون مؤلم والعلي ومشي انتفاخ اللي كيضر الناس، هو الالم اللي كيضر الناس. نعم. ناس كيعرفوا هذا الازير بالامازيغيه الازير او بالعربيه اكليل الجبل. نعم. ناس كيعرفوه الازير كيعرفوه ما كيستعملوش كثير، لدرجه انه واحد الوقت كانت يتعمل حتى في الخبز، وكانوا كيفوروا عليه بالكسكس، كيفوروا كيديروا في الكسكاس ولا حاجه، كان يشرب. نعم. كذلك، ولكن استعمالته لم تكن معروفه كثيره، يعني احنا عندنا نحن بلد اكليل الجبل، نحن بلد الازير، يعني اكثريه كتلقاه غير جنب البيت. الامازيغي فهو في الاطلس وهو موجود بكثره، ماشي جنب البيت، لا هو تازوتا هو يعني هو لا يعني كان كيزين به. نعم، وينبت هو هو الحلحال. نعم. الحلحال وهذا الازيري كينبت في جميع المناطق، ما ولا يتطلب اي شيء. نعم. وغابوي ما يعني هذا اكلي الجبل او الازير، ثم هذه السالميه او المريميه او ناعمه الحقول هذه سيج، ثم الشيح، الناس كيعرفوا الشيح، اذا اخذنا هذه اللائحه اللي المغاربه كيعرفوها واللي تستهلك. نعم. ولا يمكن ان يستاثر بها العشابه، يبدا يقولوا للناس راه هذه تصلح، ولو انهم سمعوا في بعض الفضائيات ان اكلي الجبل يصلح ويفعل كذا وكذا. فلذلك نحذر الناس من كثرة الإشهار، ونحذر الناس من الضلال والأباطل. نحن هذه أشياء ثابتة خلقها الله سبحانه وتعالى في الكون، فهي تدخل في النظام الغذائي. المغاربة كيعرفوا يستهلكوها بشوية، يعني قدر ضئيل، وكيعرفوا وقتاش يستهلكوها، يعني وقت استهلاك ديالها.